يعملوا ايه عشان خاطر يتجوزوا؟ السؤال ده يعني هي ممكن اولا تبطل تدور على الراجل، يردوا بالشباب الموجوده في مصر، ما يخرجوش شعرهم بره الطرحه، لازم يدلعوا، يظبطوا الايلاينر، ما يحطوش ميك اب كتير، لازم تهتم بنفسها الاول، بعدين ايفنتشولي حد هيبقى مهتم بيها بشخصيتها، حد هيجيب لها حد. في ناس بقى بتقعد تتدلع تتمويس مش عارف ايه، شغل السهوه كده، يردوا بقى باللي ربنا كاتبه لهم. يعني شكلك كده من بتوع اللي بيراقبوا في صمت. طبعا ايلاينر ثم الايلاينر ثم الايلاينر، بعد كده روش. ما هو انت كده ماشي حلوه مش وحشه، مش مع ومش برده. بعد كده اروح الحلوه والدم الخفيف، ميك اب بقى وكده. انا متضايقه ان ده الهدف الاساسي بتاع كل بنت، الماشيه يعني تمشي كده. تمشي ازاي وتظبط كده، فاهمه؟ كل واحده تخلي بالها من نفسها، تبص لمستقبلها، ماشيه بتظبط برضو. ليه بقى هدفها ان هي تتجوز؟ ليه ما تبقاش ناجحه؟ ليه ما يبقاش معاها فلوس؟ بعد كده بقى تشوف الجواز بعدين. في بنات كتير بتحب تعمل تلفت النظر باللبس وشكل الكلام وطريقه المشيه، ودي مش حاجه كويس. لا، في جروب اللي هو بتاع ذكرا ده حلو جدا، بيجيب نتيجه جدا. ما نركت فيه. لا والله.